ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين في اولى فقراتنا الحواريه اللي هنتكلم فيها عن موضوع الصوبات الزراعيه او الصوب الزراعيه. يمكن الموروث اللي احنا وارثينه عن فكرتنا عن الصوب الزراعيه هي المشهد اللي احنا بنشوفه دايما، هو عباره عن الحديد ده اللي على شكل اقواس اللي مغطى بالمشمع. طبعا اخذنا في المدرسه واحنا صغيرين خالص ان الصوبات الزراعيه دي عملوها عشان يوفروا الجو الدافئ ويعني للنباتات اللي ما بتنموش في المواسم بتاعتها، ودي اللي احنا نعرفه عن الصوبات الزراعيه. الصوبات الزراعيه النهارده اصبحت تكنولوجيا متقدمه جدا، فيها الكثير من التكنولوجيات وحصل عليها كم كبير جدا من التطوير. الكمبيوتر كمان دخل في الصوبات الزراعيه. الصوبات الزراعيه النهارده اصبحت بتدار بالكامل بشكل الكتروني خالص، الري، مواعيد الري، مواعيد التسميد، الحاجات دي كلها شغاله دلوقتي لوحدها. في تقنيات جديده جدا دخلت على الصوبه الزراعيه، انتاجيه الصوبه الزراعيه زادت بشكل مرتفع جدا. انتقلنا بقى كمان من شكل الصوبه القديم ده الى صوبات النهارده من طابق وطابقين وثلاث طوابق، وبقت حاجه يعني علم كبير جدا جدا جدا. وطبعا احنا عارفين ان احنا في صدد الكلام عن مشروع 100,000 صوبة بيتم تنفيذهم حاليا لتقليل الفجوة الغذائية الموجودة عندنا في مصر. بيسعدني يكون معايا حد متخصص جدا 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 في هذا المجال، ضيفي العزيز دكتور محمد غريب، باحث بقسم بحوث الزراعات المحمية بمعهد بحوث البساتين. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا يا فندم. انا عارف ان حضرتك كمان مبتكر في الصوبات ولك كمان براءات اختراعات في هذا المجال، لكن خليني اتعرف مع حضرتك على أنواع الصوبات أو تقسيمات الصوبات طبقا لأشكالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوبات الزراعية هنتكلم أول نبذة عن أهمية مجال الصوبات الزراعية في المجال الزراعي ومدى الاقتصاد اللي بيدار من خلال الصوبات الزراعية. الصوبات الزراعية هي بتعمل على إنتاج محاصيل الخضر في غير موسمها، وبالتالي بيكون سعرها التسويقي عالي، ودورة رأس المال في الصوب الزراعية بتبقى سريعة نتيجة ان احنا بنقدر نعمل كذا عروة تحت الصوبة في الموسم اللي هو بتاع الانتاج بتاعنا، بتدر عائد كويس، بنقدر نطلع منها محاصيل تصديرية بجودة عالية، نحسن بيها الدخل القومي او نزود بيها الدخل القومي بتاعنا. الصوبات الزراعية لها عدة مجالات، بتهتم بمجالات إنشاء المشاتل وإنشاء المزارع المائية المغلقة، وبتهتم بإنتاج محاصيل الخضر المعروفة اللي هي زي الفلفل والبتنجان والخيار والكنتالوب. لو اتكلمنا عن الصوب الزراعية وتقسيماتها، الصوب الزراعية أنا أقدر أقسمها أو حسب التقسيم حسب التصميم الهندسي بتاعها. التصميمات بتاعتها بتتراوح بين التصميم الجملوني والتصميم القببي والتصميم القروي والتصميم المستند على حرف شكل حرف A. كل دي تصميمات بتتاح لينا من خلال الصوبات الزراعية، وكل تصميم له ميزة وعيب. التصميم الجملوني هو أشهر التصميمات الموجودة في مجال الصوب وهو احسنها. ده بالنسبه لتقسيمات الصوب من حيث الشكل. الجملوني ده اللي هو على شكل الهرم ولا بيبقى شكل اقواس؟ الجملوني على شكل هرمي. على شكل هرمي. ده من حيث التصميم الهندسي. شبه الخيمه كده اللي بتاعت زمان كده. بالظبط يا فندم. تمام يا فندم. ده من حيث التصميم الهندسي. من حيث الهدف من الانتاج، في صوب متخصصه لانتاج المشاتل، في صوب متخصصه لانتاج المزارع المائيه، وفي صوب متخصصه لانتاج محاصيل الخضر. من حيث التكنولوجيا اللي بتدار بها الصوب، احنا عندنا ثلاث انواع، في صوب منخفضه التكنولوجيا وفي متوسطه التكنولوجيا وفي صوب عاليه التكنولوجيا. الصوب المنخفضه التكنولوجيا دي بتبقى ارتفاعها في حدود 3 متر او 3 متر ونص، ودي بتبقى في صوره سنجل ما بتبقاش متعدده، ودي بتناسب المزارع الصغير والامكانيات الماديه البسيطه. ممكن ان هي تقام على مساحه صغيره وبتزود الانتاج بتاع الفرد اللي بيشتغل بيها، ودي ما بتعتمدش على اي تكنولوجيا، بيبقى كل الاداره بتاعتها اداره يدويه. الصوب ذات التكنولوجيا المتوسطه التكنولوجيا دي بتبقى اكبر شويه في المساحه من الصوبات اللي هي المفرده، وممكن اعمل فيها مالتيبل يعني صوب متعدده.
بحيث ان انا ازود المساحه، والارتفاع بتاع الصوبه في الحاله ديت ممكن يزيد ل 4 متر او 4 متر ونص. الصوب دي المتوسطة التكنولوجيا دي ممكن استخدم فيها بعض ادوات التكنولوجيا اللي بتساعدني على ضبط المناخ الداخلي للصوبه، وبالتالي بتحسن الانتاج وبترفع الانتاجيه بشكل واضح. طب زي ايه يا فندم التكنولوجيات ديت؟ التكنولوجيات اللي ممكن استخدمها في الصوب المتوسط التكنولوجيا زي ممكن ان انا اركب بعض الحساسات الحراريه او حساسات الاضاءه او حساسات الرطوبه الجويه، بتبقى تظبط لي درجه الحراره، بتديني انديكيتور للجو بتاع المناخ الصوب الداخلي ايه، واقدر ان انا اعدله، يعني الحساس يديني المؤشر وانا اعدله مانوال. اعدله مانوال. يعني هو بيقول لي ان الحراره مرتفعه فانا افتح البوابات، يقول لي الرطوبه مرتفعه اهوي شويه، يقول لي درجه حراره في كذا اقفل افتح، يعني بتحرك بايدي بس، هي بتديني بس العلامات وانا اشتغل بايدي. مجرد ان هي تديني اشاره بس وابدا ان انا اعدل يدوي، ولكن الصوب العاليه التكنولوجيا دي كلها بتدار ببرامج كمبيوتر متخصصه. انا ببقى مغذي البرنامج بتاعي بالمعلومات بمتوسط درجات الحراره على مدار العام، شده الاضاءه على مدار العام، بركب لها السناسر بتاعتها، السنسورز بتاعها على في مسافات في معينه في جوه داخل الصوبه. المساحه الصوبه في الصوب العالية التكنولوجيا دي يعني بتبقى مثلا مساحه فدان وزياده واكتر، يعني بيبقى مساحه كبيره جدا، كبيرة جدا. تدار طبعا. تدار كلها بطريقه الكترونيه. كل البيانات والداتا بتخش على كنترول سيستم، الكنترول ده بيبدا يعدل في كل العوامل المناخيه داخل الصوبه من اضاءه لدرجه حراره لتهويه بدون تدخل بشري. ممكن كمان الصوبه تدار من خلال برنامج متثبت على الموبايل، اقدر ان انا اتحكم في الصوبه من عن بعد من دوله ثانيه اساسا. بالظبط، وتديني مؤشر درجه الحراره جوه كام، شده الاضاءه كام، معدل الري قد ايه، اقدر ان انا اعدل في البرنامج بتاع الصوبه لو حصل اي ظروف مغايره، ظروف مناخيه او ظروف بيئيه مغايره، زي مثلا هبوب رياح او شدة إضاءة أو غيوم أو أي حاجة، أقدر إن أنا أعدل في البرنامج من على بعد. فدي بتبقى هاي تك، يعني صوب هاي تك، وبيبقى العائد بتاعها عالي جدا، والتكنولوجيا اللي بتدار بيها الصوبة تبقى عالية جدا، تكلفتها عالية بس العائد منها بيبقى جميل، مرتفع يعني طبعا، بيبقى مرتفع جدا، لأن أنا تقريبا موفر الجو المثالي للنبات طول الوقت، الدنيا غيمت هي بتفتح نور، الدنيا نور هي بتطفي النور، الرطوبة عالية تفتح الشبابيك، الرطوبة منخفضة تبتدي الري يشتغل، حاجات كلها اوتوماتيك. بالظبط يا فندم، وأنا ماليش علاقة خالص. هايل هايل جدا. طيب خليني أسأل حضرتك برضو، يعني حضرتك اتكلمت قبل كده وتشرفت أنا بالكلام معاك عن موضوع الصوب متعددة الطوابق، عايزين نتعرف برضو على فائدة هذه الصوبات وما الفرق بينها وبين الصوب الأرضية العادية. هو حضرتك احنا من خلال عملنا في قسم بحوث الزراعات المحمية، يعني عندنا في المجال في الزراعات الأرضية والزراعات الأرضية. الزراعات الأرضية هي اللي المحاصيل بتاعتها بتنمو في الأرض وبتستمد الغذاء بتاعها من التربة، وبالتالي انا اقدر انتج منها المحاصيل الثمريه بتاعتي كلها بطريقه جيده جدا. ولكن في قطاع كبير جدا من الزراعه اللي هي الزراعات الارضيه بتحتاجش التربه، زي الزراعات المائيه المغلقه وانتاج المشاتل وانتاج العيش الغراب اللي هو المشروم وانتاج عديد من المحاصيل ما بتحتاجش التربه. فمن هنا جه التفكير ان احنا ممكن نعمل صوبه انتاج مشاتل مكثفه بدورين، نقدر ان احنا نزود عدد الشتلات المنتجه من وحده المساحه بطريقه كبيره جدا ومكثفه في على نفس المساحه اللي احنا بنقيم عليها الصوبه. ومن هنا جه التفكير ان احنا نطلع ازاي بطابق ثاني دون ان نتعارض مع الشمس وزوامل الشمس مع الارض. طيب خلينا برضو اسال حضرتك سؤال النهارده، المزارع البسيط اللي بيتفرج عليا النهارده اللي عايز يعمل صوبه، هل مجرد ان هو هيروح يشتري الادوات بتاعته او الاسياخ بتاعته ويركبها ويحطها على طول، ولا في مجموعه من الحسابات اللي انا اذا اخدت بالي منها ممكن ازود الانتاج او اتلافها مجموعه من المشاكل؟
هو طبعا اي حاجه بيعملها المزارع لابد ان هي تكون قايمه على اساس علمي سليم، بحيث ان هو الفلوس اللي هيدفعها في انشاء صوبه لازم تكون محطوطه في مكانها صح. بيعرف انا ايه الغرض من الانتاج، يعني الصوبه اللي هي مخصصه لانتاج المحاصيل دي لها اتجاه تاني غير الصوب المخصصه لانتاج شتلات مكثفه. الصوبه نفسها عندما تنشا لابد ان هي يتراعى فيها زوايا الميل الشمس واتجاهها في الارض، وكمان بالاضافه لكده ان انا اقدر اشوف التكنولوجيا اللي انا هستخدمها جوه الصوبه دي. التكنولوجيا متوسطه ولا عاليه حسب، يعني مش اجيب الصوبه واحطها خلاص، لا ده لازم احسب الشمس والرياح والحاجات دي بالظبط، لان دي عوامل كبيره جدا بتساعد على زياده الانتاج. هي حاجات تعتبر بسيطه ولكن من البدايه لو انا عارفها عند انشاء موقع للصوب بيحسن الانتاج بصوره كبيره جدا. يعني اذا مش اي مكان واي زاويه يتحط فيهم الصوبه. طب خلينا نعرف من حضرتك النهارده، يعني الصوبه المفروض يبقى وضعها ايه بالنسبه للشمس؟ هل هي بتطلع، يعني هل الصوبه بيبقى إيه؟ بالعرض مع الشمس ولا بالطول ولا بالعرض مع الرياح ولا بالطول ولا الوضعيه بتكون ازاي؟ الوضعيه المثلى يعني. شوف سيادتك، هو الشمس عندنا في زاويه ميل الشمس في الشتاء بتختلف عن زاويه ميل الشمس في الصيف، واحنا معظم انتاجنا داخل الصوب بيبقى في الموسم الشتوي، فلابد ان انا اراعي زاويه الميل ديت. وبالتالي انا لما باجي انشئ البيت المحمي بتاعي لابد ان انا احطه في زاويه الشمس تاخده كله من اول الشروق لغايه الغروب. الاتجاه السائد في تركيب الصوب هنا في مصر بان هو بيراعي عمليات تحرك الرياح، فبيحط الصوبه بتاعته شمال جنوب. ولكن زوايا ميل الشمس ما بتبقاش يعني مراعاه، مش في الحساب. ولكن انا لابد ان انا اراعي الناحيتين بحيث ان انا اقدر احصل على اكبر كميه اضاءه جوه الصوبه، وفي نفس الوقت التهويه بتاعتي تكون منتظمه. طبعا ده شيء مهم جدا. على فكره الصوبات الزراعيه النهارده ابتدت تشتغل في انتاج الاسماك، في انتاج تفريخ الاسماك، لان حضراتكم عارفين السمك بيفرخ في اوقات معينه من السنه. الصوبات النهارده دخلت في الزراعات السمكيه. طبعا تكنولوجيا الصوبات او فكرتها ابتدت النهارده تعمل نوع جديد من الزراعه اسمه زراعه الانفاق، واللي هي زي ما بتمشوا كده احيانا تلاقوا يعني زي اكياس نايلون على الارض والزراعات جواها، دي برضو نفس تكنولوجيا الصوبات. طبعا نفس الفكره الفيزيائيه اللي مبنيه عليها الـ يعني الصوبات الزراعيه، ولكن دي برضو من ضمن التطبيقات اللي ليها علاقه بتكنولوجيا الصوبات. خليني اسال حضرتك النهارده برضو، لما بنتكلم عن 100,000 صوبه او مشروع القومي لانشاء 100,000 صوبه، اهميه ده في فتح مجالات جديده، وده ممكن يعوض كام في الميه من الفجوه اللي موجوده عندنا في المحاصيل؟ شو حضرتك، الصوب من الحاجات اللي هي بتفتح افاق جديده كبيره جدا لتوفير المحاصيل الخضر في السوق المحلي وسوق التصدير. احنا عندنا المحاصيل اللي بتنمو جوه الصوب كلها بتنمو بصوره راسيه، فالانتاج فيها بيبقى مكثف غير المحاصيل اللي بتنمو في الارض المكشوفه. النبات في الصوب الزراعيه بيوصل طوله ل 6 متر. 6 متر يعني 6 متر انتاج، فاحنا بنحسب الانتاج بتاعنا بالمتر المربع. المتر المربع بيديني كام كيلو من الثمار او من المحصول اللي انا زرعه، وبالتالي اقدر ان انا اكثف الانتاج بتاعي في المساحه بتاعتي، واقدر ان انا اطلع محصول ذات جوده عاليه في وقت غير الموسم بتاعه. بالإضافة إلى أن الجودة بتاعت إدارة الصوب ده بيؤدي إلى أن المحصول يبقى طالع نظيف، طالع يعني ممكن أن هو يصدر بطريقة آمنة، فدي حاجة يعني كويسة جدا بالنسبة للصوب. أكيد طبعا احنا عارفين حضرتك أن يعني أن المشاكل بتاعت الزراعة اللي بره الصوبة مش في منأى عنها، يعني الصوبة برضو بتعاني من نفس المشكلات اللي بتعاني منها الزراعات المكشوفة. يعني برضو الصوبة ممكن نلاقي فيها مشاكل في التربة، نلاقي فيها أمراض، ونلاقي فيها فطريات، ونلاقي فيها حشرات. لكن عايز أوضح للمشاهد النهاردة، بنسبة كام في المية أقدر أوفر من المبيدات؟ بنسبة كام في المية أقدر أوفر من الأسمدة؟ بنسبة كام في المية أقدر أوفر من المية في حالة استخدامي لأسلوب الزراعة داخل الصوب؟ حضرتك الصوب ممكن ان احنا لو ادرناها اداره جيده فانا بستخدم اقل قدر ممكن من المبيدات، بحيث ان انا لو عامل التغطيه بتاعتي بعزل نفسي عن الحشرات والافات،
فده بيؤدي الى ان المحصول ما يجيلوش اي افات. بعمل احتياطاتي في دخول الصوبه، بيبقى ليها باب مزدوج بحيث ان اللي بيخش حضرتك الصوبه بيقفل باب وبعدين يفتح الباب الثاني، ده بيؤدي لعدم دخول الحشرات والافات. تهويه الصوبه نفسها لا يؤدي، اذا كانت بتدار بطريقه جيده فما ما بيؤديش لارتفاع الرطوبه النسبيه جوه الصوبه، وبالتالي الامراض الفطريه ما بتنتشرش. بالنسبه للاسمده والمياه، احنا عندنا الصوب كلها بتدار بنظام الري بالتنقيط، والري بالتنقيط ده يعني بيدي احتياجات النبات المثلى من الميه والغذاء، وبالتالي بنقدر نحن نوفر كميه ميه وبنوفر كميه اسمده اللي هي على قد النبات محتاجها بالظبط. يعني اذا الصوب الزراعيه قد تكون مكلفه في الاول، لكن هنلاقيها بتوفر في الاخر. بالظبط، يعني اللي احنا دفعناه في الاول ممكن نوفره في الاخر. يعني مهم جدا احنا ننشر هذا الفكر وسط الفلاح المصري. انا بصراحه نفسي اصحى كده في يوم من الايام الاقي الري بالراحه ده والاساليب القديمه دي في الزراعه انتهت، لانها اساليب اولا كلها مشاكل، ثانيا بتستهلك مننا كميه اسمده كبيره، كميه مبيدات مرتفعه، ده طبعا بيقلل من جوده الانتاج، بيأثر على صحه الانسان والحيوان والبيئه. 80% من حصتنا المائيه رايح في الزراعه، في تنفيذ مثل هذه الاساليب في الزراعه من شانه ان هو مش هقول يوفر الميه، بس الميه اللي هنوفرها نزرع بيها مناطق جديده. يعني احنا ما زال عندنا عجز كبير جدا في انتاجنا الزراعي، مهم جدا ان احنا ناكد على هذا المفهوم. لكن خليني برضو اسال حضرتك سؤال له علاقه بالصوبات الزراعيه، واقول انتاج الصوبات الزراعيه، هل نحن في مصر الان قادرين على انتاج كل مستلزمات الانتاج الخاصه بالصوبات الزراعيه، ولا ما زلنا بنستورد جزء من بره وبنستورد تقريبا كام في الميه من احتياجاتنا عشان ننشئ هذه الصوبات؟ حضرتك تكنولوجيا اداره الصوب ما هيش حاجه صعبه جدا خالص، يعني هنتكلم من حيث انشاء الهيكل المعدني ومن حيث ادارتها تكنولوجيا. من حيث الهيكل المعدني احنا ما عندناش اي مشكله في اقامه اي هيكل معدني باي تصميم ممكن ان احنا نقدر نعمله، ما فيهوش اي حاجه. احنا فعلا بنعمله فعلا، يعني ما فيهوش يعني في النهارده منتج مصري في صوبه مصريه 100%، ما فيهوش اي ابتكار. هو حضرتك التصميم الهندسي بتاع اي صوبه انا اقدر ان انا اجيب الحديد واجمعه في شكل معين واقدر اقيم الصوبه بتاعتي، ما فيهاش اي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو نوع الغطاء اللي انا بغطي بيه الصوبه. دلوقتي حضرتك الصوب اللي هي الموجوده التقليديه القديمه كلها بتتغطى بالبلاستيك. سعر طن البلاستيك دلوقتي وصل فوق ال 35000 جنيه او 30 من 30 ل 35000 جنيه. فانا ازاي هغطي ببلاستيك وبعدين ممكن بعديها بشويه تقوم شويه رياح تشيل البلاستيك ده وتخسرني وارجع تاني اغطي تاني ولكن دلوقتي التكنولوجيا الجديده مطلعه الواح البولي كربونيت اللي هي ممكن اركبها على الهيكل بتاع الصوبه، ودي العمر الافتراضي بتاعها ما يقلش عن 10 سنين. بيبقى اللوح البولي كربونيت ما بيركبش غير على الهيكل اللي هو له شكل هندسي محدد، يعني ما بيركبش على الصوب نصف دائريه لا، بيركب على الاشكال الهندسيه اللي هي الجمالونيه بمعنى اصح بكل اشكالها، وده بيوفر معايا على المدى الطويل. انا لما اركب الهيكل بتاعي يقعد 10 سنين ده بيريحني انا كمنتج، وما اقدرش ما احتاجش ان انا اغيره. الحاجه الثالثه اللي هي اداره الصوبه تكنولوجيا من الداخل. عمليه السناسر والكنترول سيستم بتاع الصوبه ده اصبح سهل جدا، يعني دلوقتي حضرتك في المايكروشيب صغير جدا اقدر ان انا احط عليه برنامج واحرقه زي ما بعمل بيرن لاي اسطوانه، وبحط البرنامج ده في الجهاز عندي يدير لي 100 صوبه، يدير لي موقع كامل فيه 200 صوبه، يدير لي عدد كبير من الصوب طالما البرنامج شغال. فحته ان انا ادير الصوبه تكنولوجيا دي مش صعبه، سهله جدا. اي واحد خريج كليه هندسه لو قعدت معاه اديته الداتا بتاعتي اللي انا عايزها هيعمل لي البرنامج بتاعي على المايكروشيب، اخده اركبه واشتغل بيه. مش حتى ان انا استورد تكنولوجيا من بره في اداره الصوب مش محتاج.
يعني اذا نحن قادرين على انشاء 100,000 صوبه وده بالنسبه لنا مش صعب. لا مش صعب. وفي صوب فعلا دلوقتي اصبحت مصريه 100% بالكامل مصنعه عندنا في مصر. بالظبط يا فندم. ما عندناش اي مشاكل. بنتمنى ان احنا نشوف الصوبات الزراعيه دايما في ازدهار لانها احد الاساليب الهامه جدا لانتاج مكثف ومحمي من الزراعه ومنتج افضل وكميات افضل في مواعيدها او في غير مواعيدها. طبعا الصوبات الزراعيه اصبح نظام النهارده مهم من اهم انظمه الزراعه في العالم. دكتور محمد غريب بشكر حضرتك جدا. دكتور محمد غريب دكتوراه بقسم بحوث الزراعه المحميه بمعهد بحوث البساتين. بشكر حضرتك جدا على هذه الاضاحات وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ونشوف بقى كمان ابتكارك بتاع الصوبات متعدده الطوابق كده منتشر في مصر كلها باذن الله ان شاء الله. شكرا. اعزائنا المشاهدين خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل مع فقره حواريه جديده. تابعونا.